يا بتاع محرز صهيب وعبدو يا عمو عامل المحال المصري ميخف في دمه طب تاخد بال صهيب وعبدو يا عمو عامل المحال المصري ميخف في دمه طب تاخد بال صهيب عاقله متفاهم طب ماشي الحال صهيب عاقله متفاهم ده قلبه طيب وحنين عبدو ما بيسمع ولا يفهم ده سيبنا حلال كما شفتوا في الحلقة اللي فاتت طحنا أنا وعبدو في مصر الله يسترنا ويخلقنا حوايج وورقة مكتوبة فيها رسالة وتصويرة فرعون لبسنا ذوك الحوايج سيميجي وصالوبات ويخيقت يخرجنا شبون ماريو ويخرفتنا تصويرة فرعون ورحنا نحوسوا عليه وشفيتوا باللي فترة لقينا هذا الموطو كوفر طلعنا معه ما كان عندنا حتى دوره وضخ شوية تعرفوا كيف خلاصت علينا معمول الموطو هذا أي 3 7 11 شبيك صاب عندك النميرو تاع لابوليس تاع مصر اهلك صاب عندك مور التيك توك اللي ركبنا معاه قلت خويا شوف فهمك ما عنديش قال لي راح حاطك الم على وجهك قلت بارك الله فيك خويا ازرق ولا احمر يا سهيب ضربني بواحد الكف شفت عادل الايمان بين عيني خويا برك ما تصوني شحد هي عشت كيف خلاص عليك باش ما تزيدش تعاودها كاع صاب عندك الحق صايب الله غير عاودتها تعرفوا هذاك المثل تاع الضربو يعرف ما الضربو قالوه على كاع الناس غير عبدو غده درقيه ما يخاف ما ينظر تضربو يعاودي ولي انا شكيت كي كان صغير كان ذبانه المهم لا علينا اليوم الاول اللي بدينا نحوسوا فيه على الفرعون ورينا تصويره الفرعون للشوفور اللي رانا راكبين معاه وما عندناش دراهم قالنا كاين واحد المتحف هنايا في مصر فيه بزاف صوالح كيما هذا هيا قلنا له دينا ليه باينه صبطك له شب بالله اصبر خويا اصبر انت تعرف اني ما عندي فلوس يا عم خليها على الله قال له يا عم خليها على الله عباكم مش قصدو قصدو يا عم حابعثك عند الله صبني معيشك شوية بالضرب زد اضربني كملوا نعيشوا هكذا صبح حتى نلقاو خدمة وخلاص شو حنديرو صبر راح نحوسوا على ذاك اللي بعثوه لنا في التصويرة باك نلقاو نولوا للجزائر وهنا يوصلنا لهذاك المتحف اللي قلنا لكم عليه باش نحوسوا على 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 الفرعون عبدو شو ندخلوا الداخل اذا لقيناه اديه اذا ما لقيناش ما تديش لا نديها انا صاحب ديرو في جيبي ونديه ديرك خمي يديروا لي والو صاي لا اذا ما داروا لك والو يقتلوا تجامي سيت مات صاف على تاع مصر كان سي فورتي ومولوديه بكري شوف بضحيه احمر واخضر سببك شنو هذه البقره هذه لا مارك تاع فرمج اللي خرجها قارون بكري كانوا عنده دراهم بكري صوايب هو كان عنده شركه تاع فرمج قال لك بكري ثان كان الحراقه قال لك كانوا يحرقوا في الواد كانوا يحرقوا في نهر النيل كانوا يقولوا كارطونه في الالمان خرمن فيلا عند هامان هذه هذيك البلاره تاع الماء اللي يحطوها برا يشربوا منها الغاشي كان عندهم كيسان تاع فخار ما كاش لي قبلي شو بيجوتري تاع بكري انا دخلنا لهذا المتحف وقت اللي حوس عليه لقينا ما لقيناش نخرجوا صاب انا وين نلقى هذوك في وسط هذوما كاع ديري لخطه بالرجلين الوذنين وذن فرعوناي هنا سوهل شازلو تاع رمسيس الاول شازلو كي كان برونزي في المحيط الهادي وهذو اللي طاب الدونوي تاعو هذا الفرعون قالوا لنا تاع ذهب ايماجيني هذا تاعك وتبيعو ذهب بالكيلو ايلون ماسك يولي يبعث لك في الواتساب يقول لك سلف لي مليون دولار السمانه الجايه رجعها لك لو كان جات تاعي زعما انا هكذا ونبيع وندخل دراهم ملايم قاع هذوك اللي راهم يطلبوا في التيك توك نعطيهم شوي دراهم ونربيهم ونقول لهم ريحوا عاقلين ندير لكم شهريه وبركه وما ترخصوا في روحتكم خرجنا من المتحف الاول ودخلنا واحد المتحف واحد اخر جاي قدام وما زلنا نحوسوا على الفرعون
صاب هذيك الابليكاسيون تاع الماب تاع بكري تاعهم الابليكاسيون ديالك شكون مولاها صهاي راني خايب قلت لك انه عنده دراهم هذا الماب تاعك تعمل باش يعرفوا زعما العواد وين صيدوا الغزال وين راه شوف هذه النحوت اللي راهي في الحجر تبين لنا باللي من بكري كانت كاينه لاشين عبدو قال لهم دايرين لاشين على الحليب قال لي بكري فرعون كان دايرهم لازم كي تشريز وتشكار حليب لازم تشري شكار حليب تاع البقره معاه كانت عندهم واحد الرجال صار تضربك طونوبيل وما يضربكش هذا بالك لا تاع بكري اللي كانوا يعبدوا الاصنام شحال جايحين شحال جهال دوك هذا دوك هذا الصنم يعبدوه الناس شو كيف دايرين شو هذا صبيغه راحت له ويعبدوه ثاني فريزون صاي صاب الفيديو تاع تدار تدار فرعون هذه اللي كان يخاف ما يمس الطباصه فيها صخرت عليا فرعون ممسيس السابع انا هو السابع صهيب مكتوبه بالعربيه وبالانجلي ممنوع اللمس براس عند رقبته هيلا صهيب واش صرتهم صابلو اصحابي هذه البليغه لو كان غير ما تشوفهاش يما تقول لي شو بليغه فرعون عندها 7000 سنه ما تقطعتلوش وانت تشري بليغه سمانه تقطعها طزينا كيسه نتاع بكري اللي كانوا يدوهم في العرس يباركوا بهم تريكو طروا بوند اللي كان يلعب بها مان لي ماتش قال لك كانوا يلعبوا لي ماتش بالبلوك اللي موت الاول هو الخاسر وكانوا يدخلوا معرفه قال لك وليد هامن جامي قتل واحد وكان يلعب باكي تاع الورد اللي كانوا يخطبوا به بكري شو كيف هي يديه اذا قبلت قبلت اذا ما قبلتش يدقها به صايب ها فرعون كان طايح لهم انا شي كور انا شي كور شوف خلصت تعلي دخل بباطا صار فرعون قال كي تغاب بكري كانوا عنده بزاف دراهم تاع دوكا عنده 50000 يجيب ويقول لك انا يا يكفر يكفر استغفر الله يا ربي صار انا جاري عنده فيلو فيها سلا في لافو برك طغى عليهم او قريب يطغى خلاص اروح عبد اروح يرحم بابك تبعني لازم نلقى هذا لفت صويره كاع شو هذا هو صويد ولا غير هو يشبه له صاد يبان صغير في صويره الحاج صاد صويره صغيره باين باللي هو صاب نجبدو اصبع عارف وسكت يا صاحب خليني نكسرو عبدو شو والله خير هذا صغير اسمعوا انتو انتو في المكان الغلط انتو بتهزروا ولا ايه بتبحثوا هون عن فرعون في المتحف انتو اغبياء للدرجة دي الفرعون اللي في الصورة صغير هلا هعد لكم للثلاثة وتخرجوا من هون واحد شو هادو الناس اللي دخلوا ما مفاهمين والو شي كفاره مي غزروا شو هادو يضحكوا علينا وقلنا نشوفوا فيه غير احنا ثلاثة انتو لساتكم تبصوا عليا خرجوا اي هذه الخطرة الأولى اللي بدينا نحوسوا فيها على الفرعون شو كيف صرنا مازالوا كم شنهارات نحوسوا فيهم يا درا واش حيصرنا انا لا لا ربي بلاني بعبدو على كيف حنكملوا هذو النهارات كاع في مصر المهم نتلاقاو في الحلقة الجاية راح تسحروا وغدوة تصوموا واش حبيت هاو صهيب وعبدو يا عمو عمل المحال للمستريم يخف الدم طب تاخذ بال صهيب وعبدو يا عمو عمل المحال للمستريم يخف الدم طب تاخذ بال صهيب عينه متفاهم طب ماشي الحال